في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم الفني والتدريبي للدول الأفريقية والشقيقة، وصلت الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية عقد دورات تدريبية لصقل المهارات الأمنية للأشقاء من مختلف الدول، حيث تم عقد عدد من الدورات التدريبية ل 180 كادرا أمنيا أفريقيا ومن دول الكومنولث في مجالات حراسة وتأمين الشخصيات والمنشآت الهامة وتأمين وإدارة منافذ الدولة ومكافحة الإرهاب الدولي ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة وعلم الأدلة الجنائية وإدارة مسرح الجريمة والإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في الأجهزة الأمنية، وذلك بأكاديمية الشرطة وعدد من الكيانات التدريبية الأمنية. Le matériel est moderne. Nous sommes ici, nous avons appris et nous avons fait un recyclage du maniement des armes de poing, armes à épaule et nous avons aussi. Take into consideration the formation of evacuating with the VIP. It's very essential for the training and we did the one man evacuation, two man evacuation, three man evacuation and the four man evacuation. ارتكزت برامج الدورات التدريبية على الارتقاء بقدرات الكوادر المشاركة فيها نظريا وعمليا، حيث تم إتاحة الفرصة للمتدربين للتدريب في المعاهد التدريبية المصرية المزودة بأحدث الميادين التي تحاكي الواقع الأمني المعاصر، ما أكسبهم خبرات كبيرة في مجال هذه الدورات. Auprès du ministère de l'Intérieur égyptien et de la Sécurité, à l'Académie de la police du Caire et ici à la Direction nationale de la police technique scientifique. And this course, which is forensic and crime scene management here in Egypt, I thank the lecturers, I thank our facilitators, and I thank the police academy staff for this great opportunity. I'm here in Egypt to attend the course of port security and border management. We have learned many things that including the importance of securing government vital installation, the smuggling of goods, the smuggling of migrants and the human trafficking. وقد أشاد المتدربون خلال حفل تخريجهم بالإمكانات التدريبية التي تتمتع بها مصر وإسهاماتها الفعالة في تقديم الدعم التدريبي للدول الأفريقية والشقيقة بغية تحقيق الأمن والاستقرار في بلدانهم. انتهت هذه الفرصة لتوجيه امتناني وشكري العميق لهذا الصرح الشرطي العظيم مركز بحوث الشرطة، وبنشكرهم على دعمهم المستمر وتنسيقهم المستدام مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بهدف تحقيق أحد أبرز أهداف السياسة الخارجية المصرية، وهي تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية. دارات ديجيب qui a accepté de nous accueillir dans ce beau pays et au cours de cette formation vraiment nous avons appris beaucoup de choses. Je pense que au retour dans notre pays nous allons dispenser ces mêmes cours à nos collaborateurs. هذه الدورات التدريبية تؤكد على الاستعداد الدائم من قبل وزارة الداخلية لدعم أشقائها في كافة مجالات العمل الأمني وفقا لمعايير تدريبية عالمية، وعلى أيدي نخبة من ضباط الشرطة المصرية المؤهلين علميا وتدريبيا لنقل الخبرات الأمنية والتدريبية للأشقاء.